لا نبالغ إذا قلنا إن تأمين تدفق الإمدادات العسكرية في أي حرب هو العامل الأساسي للثبات في ميدان المعارك الطويلة كمعركة دونباس، حرب لا يرغب أي طرف فيها بالاستسلام. هناك تراهن روسيا على تحرير كامل بعدما وجهت بوصلتها من كييف نحو الشرق قبل نحو 3 أشهر. اليوم يحصد الرهان الروسي مكاسبه، والسبب كما ذكرنا قدرة روسيا على نقل مئات الجنود وأطنان من الذخيرة والآليات الثقيلة بإحياء 750 ميلاً من الممرات البرية، وهي عبارة عن شبكة من سكك الحديد التي تعود لعهد الاتحاد السوفيتي، أبرزها سكة النخبة التي شاع استخدامها في الحرب العالمية الثانية، واليوم هي الشريان الذي يغذي أشرس معارك الحرب الأوكرانية. تقول مجلة فورين بوليسي الأمريكية إنه على الرغم من التفوق العسكري الروسي إلا أن خلل القيادة يعطل العملية العسكرية الروسية بشكل كبير، فالقيادة الهرمية التقليدية تلزم الجنود الروس بالطاعة التامة على حساب قرارات خاطئة وأحياناً بعيدة عن ميدان القتال تؤدي إلى فشل العملية. بوتين مثلاً اعتمد على أقرب مستشاريه من الرفاق القدامى في الكي جي بي الذين رددوا وجهة نظره عن سهولة الاستيلاء على أوكرانيا، كما أن التحولات الميدانية الدراماتيكية من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق جاءت لتحقيق رغبة بوتين بحصد نتائج سريعة، قرار لم يحسب ضرورة تطبيق استراتيجية التعافي والاستعداد للجولة الثانية من الحرب. وتقول المجلة إن العديد من المراقبين يلاحظون أن روسيا أصبحت عالقة في حرب لا يمكن الفوز بها ولا تجرؤ على خسارتها. مكرم حناوي، العربية.